بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ديسونسيس هذه مولاها يشكي من تقربيع في المونتران، فيها حس فيها بروي. جينا نشوفوا نلقاو اللي يسموهم بيال سيسبونسيون فيهم جو ومكسرة جملة يا أخي. لا فما طلينا كعبة مكسرة جملة، هذه بيال ديركسيون، البيال سيسبونسيون هذه كي تكسر تعمل حس، انت مكسره جمله من اللوطه. يعني تو باش نفكوها، نروحو نفكوها ونبدلوها. هاي نفكها هيك، هذا هي هيكل الميكانيسيان نتاعنا الدلول. ها باش نفك ال سيسبونسيون، هذه هي كيف ما خلطناش عليها من اللوطه باش نصوروها، لان ما فيهاش، لان من كثر ما مشابهها مولاها ما عادش فيها روتيل جمله. هي المفروض تجي كيما هذه، المفروض تجي كيما هذه من جهتين، بما انه مشابهها مولاها لين روتيل تكسرت ما فاق بها كان كيبلت تقلب على الاخر. فكيناها تو باش نجيب واحده اخرى وغيروها نكملوا نفكوا الجهه اللي صار. طبعا قبل ما نفكوها ديما باش نحوا باش نفكوا العجله، نهزوا نجيبوا كريك نحطوها على تيتو ونفكوا العجله، وهي سهله ما فيها شيء، عندها مفتاح هذا السيبون، فمفتاح ما عندها شيء سهله، يجي المفتاح هنا في الوسط باش ما تدورش البنون، ويبدا يحل يشد هذا ويحل بالمفتاح في الكرو، ما فيها شيء يعني، حتى واحد وحده ينجم يغيرها مش قليل. طيب باش نفكوا الجهه اللي صار، هذه باش نفكوا العجله اللي صار. نشوفوا زاد البيالة تاع الجهة اللي صار، البيالة تاع الجهة اليمين لقينا كسرة جملة، شوفوا اللي صار، خاطر لازم ديما تغير الاثنين مع بعضهم يكون أفضل. بلا شو نحن نقول الجهة اللي صار، نحاول بس شوية هاد هيك كمان نشوف الجهة اللي صار هذي وجهة السلام
زيت روحك. وهكا نكون وكتلت فما فكتها.